النهاردة هنعمل الفول المدمس اللي هنخزنه لشهر رمضان، وهنعمل كمان عجينة الطعمية اللي هنخزنها بإذن الله للشهر الكريم، وهنعمل معاها فطار جميل فول وطعمية وهنوضبهم بطريقة جميلة. استمر معايا في الفيديو، يا ريت اللي ما اشتركتش في القناة تشترك في القناة لأن القناة جميلة ومفيدة. طبعا احنا بنبل الفول وبنبل كمان الفول المقشر، وبنحط معاه لو حطيت كيلو من الفول بحط معاه ربع كيلو من الفول المقشر، وبحط كمان ربع كيلو من العدس، وبحط كمان الليمونة بقسمها نصين وبحطها معاه عشان دي اللي بتخلي المية بيضة زي ما انتوا شايفين كده وما بتخليش المية تسود. بغطيها وطبعا بحط لها مية سخنة وبغطيها وبسيبها على نار هادية لحد ما تستوي على الاخر ويبدأ الفول يشرب ميته وحجمه يزيد، ولا استوى وبعد كده هوريكم شكله في الاخر ايه. باخد حباية فول واشوفها استوت ولا لا، بتك عليها زي ما احنا شايفين بتطلع طرية خالص اهي كده، خلاص الفول استوى. بطفي النار عليه واسيبه يبرد، وبعد كده بعبيه في الاكياس وبحطه في الفريزر. وهنعمل الطعمية كمان اللي هنخزنها لشهر رمضان، بس النوبة اللي فاتت وفي الفيديو اللي فات انا عملت الطعمية في فيديوهات قبل كده، وانا هحط لكم الرابط بتاع الفيديوهات تحت الفيديو في صندوق الوصف. النهاردة هنعمل الطعمية بشكل جديد، هنعملها مش بالخضرة ومش هنعملها بالشبت، هنعملها بالكرات، وبتبقى طعمها احلى بكتير من الطعمية اللي فيها شبت او خضرة. وطبعا زي ما انتم شايفين انا قشرت راس توم بحالها، وعندي شوية بصل كبار يعني تقريبا كيلو بصل زي ما انتم شايفين كده، وحطيته على كيلو فول بلاه كده. فاضل لنا العنصر الخضار اللي هحط عليه او الخضره اللي هحطها عليه، يعني مش هحط كزبره مش هحط شبت لكن هحط كرات. وطبعا هنطلع دلوقتي السطح بتاعنا نجيب الكرات اللي هنحطه على الفول بتاعنا ونعمل احلى طعميه. دي الكرات اللي احنا هنعمل بيه الطعميه بتاعت النهارده، هننزل ونشوف هنعملها ازاي. بخرط الكرات وهفرمه مع بقيه المكونات. انا فرمت كل المكونات، وطبعا هي في المره الاولانيه بتبقى خشنه شويه فانا عايزاها ناعمه، برجع افرمها مره كمان وبقلب كل المكونات على بعضيها وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. وده طبعا شكل الطعميه بعد ما خلصتها، هي في المرحله دي هتتخزن وتتحط في الاكياس وهشيلها في الفريزر لشهر رمضان ان شاء الله. لكن هاخد شويه كده منها، هنعمل فطار النهارده ان شاء الله باذن الله، وهنعمل الطعميه وهنشوف لونها ايه بعد ما تنقلي. طبعا انا بحط شويه بس من الدقيق وباخد شويه من الطعميه بتاعتي. بحط عليها شوية ملح وبحط شوية كزبرة ناشفة وبحط شوية كمون وشوية شطة بحط عليها شوية مية صغيرين وبقلب، وبحط عليها تقريبا معلقة صغيرة بالبيكنج باودر
او بالكربونات. اللي بيخليها تنفش لما بعملها في الزيت. لو حابة تحط عليها بيضة ممكن، لكن انا مش هعملها ببيض، انا هعملها كده وبس. ببدأ احط الطعمية في الزيت، ولازم الزيت يكون بيغلي كويس، لان لو حطيت الطعمية والزيت بارد هتفرش ومش هتبقى ماسكة في بعضها. وطبعا هناخد طبق فول برضو مع الطعمية اللي احنا عملناها، هنحط عليه حتة سمنة، طبعا هو بيبقى طعمه جميل خالص بالسمنة البلدي، واحط عليه شوية ملح، شوية شطة صغيرين، شوية كمون، طبعا انا عملت فيديو وضفت فيه الفول وعملته بسبع اشكال، هحط لكم برضو الرابط اسفل الفيديو. وده كان الفول والطعمية اللي احنا هنخزنهم لشهر رمضان، وده الفطار بتاعنا. يا ريت اللي عجبها الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلها كل جديد ان شاء الله.